لكم جميعا. إذا نطل عليكم دائما في نهاية الأسبوع طيلة ساعة ونصف من البث المباشر، نحاول نخدمكم فقرات ومواضيع مفيدة لكم وضيوف متميزين دائما اللي راح يكونوا حاضرين معنا في برنامج صباح الجمعة. اليوم كالعادة فقراتنا متواجدة ومواضيعنا حاضرة، ونستناو اتصالاتكم أكيد على الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة باش تكون عندكم استفسارات نحاول نجاوبوا عليها مع المختصين اللي حاضرين معنا في حلقة اليوم. إذا بدون إطالة أول فقرة اللي ولفتوها كالعادة اللي هي حديث الجمعة. مع حديث الجمعة هو الظلم، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ما سوف نحاول أن نناقشه اليوم في فقرة حديث الجمعة مع فضيلة الشيخ محمد مساوي. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا بك أخي كريم، مرحبا بك أخي المشاهد أختي المشاهدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يومنا هذا وأن يوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله. إذن شيخنا، الظلم من أقبح الذنوب في الدين تاعنا، يعني حين نسيو نحاولوا نهضروا على الظلم. أولا، ما هو الظلم وماذا يعني الظلم في ديننا الحنيف؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. وبدأ ذي بدء، أنا أريد أن أشير فقط لماذا الحديث عن الظلم في هذه الآونة أو في هذا الشهر بالذات. نعم، هو شهر ذي القعدة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله وأحسن قيله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله. نحن خصصنا الحديث عن الظلم لأن تأكيده وحرمته وتعظيمه يتأكد في هذا الشهر بالذات وهو ذو القعدة. ذو القعدة هو من أشهر الحرم، هو أولها. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث أشهر من أشهر الحرم، ويأتي رجب وذر، رجب وحده. نعم، الذي بين شعبان ورمضان. نعم، هذه الأشهر بالذات الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن الظلم فيها وتأكد الأمر فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد خص في خلقه، الله عز وجل عنده خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. مثلا العبادة في رمضان غير العبادة في الأشهر الأخرى. أكيد. نعم، والعبادة في الحرم المكي أو في الحرم المدني ليس كالعبادة في الأمكنة. نعم، الأخرى تختلف. هنا الأجور تتضاعف كما نعم، أن السيئات والذنوب يزداد وزرها ويزداد عقوبتها، فكذلك الظلم في هذا الشهر. هو أصلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، كيف يعني في هذا الشهر راح يكون هو اصلا ظلمات يوم القيامه؟ هو الظلم لا شك انه نعم، محرم في كل الاوقات وفي كل الازمنه. نعم، لكن بالذات في هذا الشهر يتاكد تحريمه. ولهذا ينبغي المسلم ان يزداد حرصا على تركه والبعد منه. نعم، البعد عنه. والظلم كما اشرت هو خلق ذميم ووصف لئيم وذنب جسيم يجلب. نعم، عليك من الويلات والنكبات ويورث العداوات والخصومات. صح، كما انه سبب للشقاء والعناء. صح، لهذا أنت لما تنظر في واقع الناس اليوم، ما رفعت الأمم وما بنيت الأمم إلا على العدل. نعم، صح. وما هدمت الأمم وما فسدت إلا بالظلم. صح، صح. ولهذا لا تعجب أنت عندما ترى الآن سبحان الله، يقول شيخ الإسلام تيمية عنده كلمة حق أن ننظر فيها ونتأمل فيها. أن بعض الكفار عندهم حضارات، عندهم دول أقيمت لهم. نعم، بسبب ماذا؟ مع أنك ترى بالمقابل أيضا أن الكثير من المسلمين لم تبنى دولهم، وسبب في هذا يشير إليه رحمة الله، قال: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. رانا نشوفه فيها، فانظر لواقع الأمم. نعم، المسلمة الآن. نعم، ماذا حصل لها. نعم، فلهذا الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، يقول في الحديث القدسي: إني حرمت. صح، الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآيات في هذا كثيرة: ولا يظلم ربك أحدا. صح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ولهذا العبد المسلم أول ما ينبغي أن ينظر فيه وأن يتأمل فيه وأن ينظر في حقيقة الظلم، ما هو الظلم. لأن بعض الناس ربما عنده سوء فهم لمعنى الظلم، يظن بعض الناس أن الظلم هو مجرد الضرب فقط، أنك تضرب الناس، تضرب الناس، تسب الناس وتشتم الناس. الظلم يتوقف عند هذا الحد، لكن في الحقيقة أن الظلم له صور وأنواع كثيرة ومتنوعة. ونحن نريد في هذه العجالة أن نختصر هذا في ثلاثة أنواع. نعم، الظلم لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. والظلم في معناه وفي حقيقته هو نقيض العدل، هو نقيض العدل وهو وضع الشيء في غير موضعه. هذا معنى الظلم. صح، كل شيء يضع الإنسان يضع الشيء في غير موضعه، هذا خلاف الحكمة، وهو عين الظلم في الذات. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله عندما يتكلمون عن الظلم يجمعونه في ثلاث أنواع. النوع الأول وهو ظلم الإنسان لنفسه بإشراكه بالله، وهذا أعلى أنواع الظلم. صح،
نسأل السلام والعافية. ولهذا سيدنا لقمان عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى قال إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الشرك فسماه ظلم. سماه ظلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الشرك. نعم. وهذا من الدواوين التي لا يخيرها الله سبحانه وتعالى. لأن دواوين الظلم في الآخرة هي ثلاث أنواع كذلك. كما أن أنواع الظلم ثلاث أنواع فكذلك دواوين الآخرة على ثلاث أنواع هذا منها. فالظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك به جل وعلا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا يحذر المسلم كل الحذر ألا يقع في الشرك أكيد. بجميع صوره وفي جميع أشكاله. وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. النوع الثاني هو ظلم الإنسان لنفسه أيضا بمعصية الله ومخالفة حدوده والوقوع في محرماته. هذا كله أيضا من الظلم. وهذا هو أكثر ما يقع فيه الناس أيضا. صح. وهذا أهون من سابقه وأهون مما الذي سيأتي بعده وهو ظلم الإنسان للعبادة. الله هذه هذا لأن هذا يقوم على المسامحة. يستطيع الإنسان إذا أذنبت ذنبا اقترفت جرما تبت إلى الله واستغفرت بينك وبين نفسك ربما قد يكون عندك عامل واحد واحد يغفر لك الله عز وجل به الزلات ويمحو عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجة. النوع وهذا الذي لا يعبأ به الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. تأمل في هذا الحديث العظيم. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي. وفي نفس الحديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ما أرحم الله وما أكرم الله سبحانه. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا القسم والله أهونها حتى وإن ظلمت نفسك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يدعون في غير ما آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفت على نفسك بالذنوب بالمعاصي بالأخطاء لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. النوع الثالث وهو أعظمها وأشهرها وهو أكثر ما يقع الناس فيه هو ظلم الإنسان للعباد. هنا تقع هنا 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 ينبغي الإنسان أن يقف وقفة تأمل واتعاظ واعتبار وينبغي أن يدرك خطورة الظلم وشؤمه وعاقبته. لأن هذا الظلم للعباد هذا من أشنعها وأعظمها الذي من سابقه. لماذا؟ لأن الذي يقوم بينك وبين الناس يقوم على المشامحة على المشاححة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد تكون من كانت بينه وبين أخيه مظلمة فليستحل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. الله. من كانت بينه وبين أخيه مظلمة من مال أو عرض فليستحل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. فهذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى لا يغفرها لك بمجرد توبتك ورجوعك إليه. حتى وإن صليت وإن حجشت واعتمرت وفعلت من الخير ما فعلت كل ذلك لا يغفره الله عز وجل لك. لماذا؟ لأن هذه الحقوق بينك وبين العباد. ولهذا يوم القيامة أول ما يبدأ به هو القصاص. قصاص وأخذ القصاص. يعني قبل ما نروح حبيت نعرف ما هو جزاء الظالم في الدنيا وكيف يعاقب الله يعني الظالم في الآخرة. والله شؤم الظلم وعاقبته وخيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكفي زاجرا له إعراضا عنه قال ألا لعنة الله على الظالمين. الله ألا لعنة الله على الظالم. بالله عليك أي عقوبة أي جرم أعظم من هذا أن يلعنك الله وأن يطردك من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه اللعنة قد تصيب العبد بحسب نوع ظلمه. فمن أراد أن يستكثر فليستكثر ومن أراد أن يستقل فليستقل. معناها ما تقوليش بلي أنا ما ليش نظلم هذاك الظلم لأن أشوفه فيه في مثلا ظلم الحكام ظلم يعني المجرمين. نعم. ظلم كذا لا. الظلم كله يدخل تحت هذا الباب صغيرا كان أو كبيرا قليلا. نعم. كان أو كثيرا فأنت تصيبك من اللعنة بحسب ذلك. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فليس من السهل. لهذا المتأمل في عاقبة الظالمين
والله الذي ينظر في قصص الأنبياء والمرسلين وفي عاقبة كل ظالم كل مجرم جاء على وجه البسيطة إلا وكانت عاقبته وخيمة. أين هو فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ بالله عليك هؤلاء الظلمة الذين نعيش معهم اليوم هل يصلون إلى مستوى فرعون؟ لا يصلون إلى مستوى. ولكن عندما تنظر في عاقبة فرعون ومآله وكيف كان شؤمه وعاقبته هذا يكون واعظا لك إلى أن ترجع. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن عاقبة الظلم كما أشرت في الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يحذره العبد من الظلم هو دعوة المظلوم عليه. صح. ولهذا يعني النبي لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال في آخر الحديث قال واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. يعني دعوة المظلوم مستجابة. هذا صحيح. نعم حديث صحيح. نعم. في هذا الباب. نعم. اتقي دعوة المظلوم فليس بين الله حجاب. وجاء في حديث آخر ثلاث دعوات مستجابات. ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا عبد الله خالد بن برمك هذا كان من الحكام وقد عاش في 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 في, 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 في سلطانه وملكه سنوات عديدة. سنوات عديدة وهو يعيش في هذا الملك كانت عاقبته ومآله إلى أن وضع في زنزانة هو وابنه كما هو حال عاقبة الظلمة وضع في سجن مع ابنه في زنزانة فبكى ابنه فقال يا أبتي قال من الجاه ومن السلطان ومن القصور فهنا الآن نحن نجتمع في زنزانة أنا وأنت قال ما الذي أصابنا يا أبتي قال والله دعوة مظلوم طرت بليل وثرت بليل فاستجاب الله دعوته فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. شيخنا يعني نرى العديد من الظالمين المعروفين عند الناس ولكن تشوف باللي يعني العقاب تاعهم يتأخر. نعم. ما الحكمة من تأخر عقاب الظالم في الدنيا؟ شوف الله يمهل ولا يهمل. نعم. ومن أسمائه الحليم جل وعلا. من أسمائه الحليم الحليم من آثاره وأعظم ثمراته أن الله يمهل ولا يهمل ولكن إذا أخذ الظالم لا يفلته. فأنت ترى أحيانا كما أشرت وهذا سؤال مهم أن بعض الظلمة قد عاثوا في الأرض فسادا كما يحصل مثلا لإخواننا في غزة قد يقول قائل لماذا الله سبحانه لم يستجب دعوة المظلومة أكثر المظلومين هناك. فلماذا هذا التأخير؟ الله عز وجل له الحكمة البالغة له الحكمة البالغة لكن لا شك أن هذه الحكمة البالغة أمامها قدرة عظيمة قهر جبروت وهو ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يستطيع هذا المظلوم هذا الظالم الذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويهضم أمرهم فلا شك أنه الله عز وجل إذا أراد أن يأخذه في غرة يأخذه جل وعلا ولكن يتركه لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. من بين هذه الحكمة عسى أن يرجع وكم من الظالم الذين رجعوا صح. كم من الظلم الذين تابوا وأنابوا وهذا هو المقصد العظيم من خلقنا جل وعلا هذا مقصد عظيم من خلق الإنسان. أنت ربما هذا المظلوم الذي الآن يموت المظلوم هذا الذي يموت مآله إلى الجنة وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. يعني شيخنا هل يأخذ الظالم عفواً هل يأخذ المظلوم حقه في الدنيا؟ يعني يأخذ نعم لأن من عقوبة الظالم أنه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ولهذا قلت أن حقوق العباد هذا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يقف فيه وقفة طويلة. إياك أخي المسلم صح. إياك أن تتجرى لأنك ما أشرت آنفا في بداية حديثي عن هذا الموضوع أن الظلم ليس مجرد ضرب ربما بعبارة ربما بسوء ظن ربما أنك تسيء الأدب مع عاملك إنسان يعمل عندك تسيء معه الأدب ربما تعنفه ربما تسيء الظن فيه أنك قد أخذت ذلك الشيء ولم تأخذه ربما تريد أن تحطم معنوياته أمام الناس ربما تقول في حقه كلمة وهذا ما أكثره ولهذا أعظم حديث يذكرون بعظمة وجرم هذا الأمر هو حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار إحنا هذا الذي نفهمه في واقعنا. نعم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة اسمع الآن عقبة الظلم عقبة الظلم بجميع صوره وأشكاله قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شثم هذا وسب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا ولعن هذا وساء الظن في هذا فيؤخذ من حسناته
يؤخذ من حسناته فترد عليهم، فإن فنيت الحسنات ردت عليه سيئات والعياذ بالله فيهلك. صعبة. فما أعظم هذا، كم من إنسان قال كلمة. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله عليه قال: عيرت أحدا فقلت له يا مفلس فأفلس بعد 40 سنة. إيه والله لا تظلم أخي المسلم، تقولش باللي هذا نورمال، ما قلت وين أنا يا والله رب كلمة لا تلقي لها البال تهوي بك إلى جهنم 70 خليفة. إحنا في يعني في العامية والدارجة تعالى نقولوا اللي عيب يلحق، يعني اللي عيب يلحق، يعني لما الإنسان يعيب على إنسان بالفقرة تاعه لا يلحق يعني. يصله ذلك. ولهذا هذا كله من الظلم، فالله عز وجل عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فكم من أناس، كم من أناس أدركتهم لعنة هذا الظالم ودعوته قبل أن يموت. أكيد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستهزئ بهذه الأشياء وأن يسخر بها وأن لا يلتفت لها، يعني قلت لك كلمات قد لا تلقي لها بال، تسيء بها الظن، مجرد إساءة الظن هذا عمل قلبي، لم تتجرأ به ولم تبوح به، عمل قلبي تقوله بقلبك هذا تسيء الظن فلان أن فلان هذا فيه ما فيه هذا يعني، ولم يسمع به أحد، هذا من الظلم. أكيد. الآن يعني العديد من المشاهدين يمكن يتسألوا مع نفسهم حتى يقولوا يمكن راني ظالم إنسان، يمكن عن وما على بالوش. الآن كيفاش المسلم يقدر يتفادى يعني هذا الظلم ويتفادى هذا الذنب اللي يقدر يقع فيه عن غير قصد وعن غير علم، خاصة أنه إنسان لما يكبر بلك يكون في الصغر تاعه ما يكونش حاط البال على هذه الأمور. كيفاش الإنسان يقدر يدارك هذا؟ والله يا أخي كريم، هي في الحقيقة الشيء الذي ينبغي أن نفهمه وأن يعلمه أخي المشاهد وأختي المشاهد أن الظلم هو شيء جبلت عليه النفوس، هو طبيعة بشرية. ليس ثمة النفس منفوسة إلا وفيها الظلم ما فيها. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه طبيعة الإنسان، هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه الظلم والجهل. معنى إن جاءك منه الخير فهذا برحمة من الله سبحانه وتعالى، إلا من حباه الله بالإيمان والعلم النافع. فلهذا يقول الإمام ابن القيم جزء كلمة ما شاء الله، يقول: ما من نفس منفوسة إلا وفيها طاغوت، كل نفس بشرية إلا وفيها طاغوت، إلا فيها من الظلم ما فيها. قال: أما هذا، يشير إلى فرعون، فقدر فأظهر، أما الآخر فعجز فأدبر أو مخبئها. ذو كنت أنا في مكان مثل هذا المكان، غدوة قد يفتح الله عز وجل فتصير في مقام آخر فتصير تظلم الناس في العياذ بالله. شايف فالإنسان ما يقولش شوف كل نفس. إحنا قضية الظلم ليس ثمة أحد من البشر ينجو منه، ما كاش أو سالك. الآن كيف نعرف هذا الظلم؟ نعرف هذا الظلم، هذا الذي ينبغي أن يقف عليه العبد. أنا قلت لك بعض الناس يظنون أن هذا الظلم ينظر مثلا إلى ظلم القاضي مثلا، إلى ظلم الحاكم مع رعيته، إلى ظلم المسؤول. إيه بصح الظلم يحبش عند هذا يا كاين صور كثيرة من أنواع الظلم. من ذلك مدل الغني ظلم، إنسان يسلك دراهم وأنت لباس بيك وقادر تمدله، لا تأخر عليه تماطيله، هذا ظلم. لا تعدل بين أولادك، هذا ظلم. الزوجة إذا ظلمت زوجها بسوء الأدب معها هذا من الظلم، وكذلك الزوج إذا أساء الأدب مع زوجته هذا من الظلم. فكثير صور كثيرة في عملك، في تجارتك، في تعاملك، في أشياء كثيرة يدخلها الظلم. لكن العبد المؤمن أعظم ما ينجيك من الظلم وعاقبته هو الإنسان أن يحسن التعامل مع الغير. هذا أعظم شيء ينبغي أن تفعله، وإذا استطعت أن تمسك لسانك فهذا أسلم لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. لأن احنا هناك بعض الصور الظلم التي شاعت وذاعت في مجالس الناس، منها الغيبة والنميمة. أنا أذكر لك طرفا من هذا، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لنبينا عليه الصلاة والسلام، وحصبتها شيء من الغيرة، شيء من الغيرة التي تحصل بين الأزواج بين الزوجات، فقالت له: حسبك من صفية. أنا أشارت إلى قصارها، صغيرة كانت قصيرة، فقال: حسبك. أتدري ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخي ما فيها والو، هي حكت حال امرأة قصيرة ماشي طويلة، ما هذا هو. قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف كلمة أنت لا تلقي لها بال. شوف ماذا قال، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو مزجت بماء البحر لمزجته. كم من الكلمات التي نسيء بها الأدب مع الناس، صح؟ كم الإنسان عيرته، كم الإنسان سخرت به، كو كان فقيرا أو كان مشوه الوجه أو كان إنسان كذا، صح. وكذا، هذه أمور كثيرة يقع خاصة فيها الناس، خاصة الظاهرة اللي راهي طاغية في يعني الأعوام القليلة اللي فاتت هي التنمر، وأصبح يعني على سبيل المزاح
ويتنمر نعم. على خلق الله على نعم أشياء كثيرة السخرية نعم. والاستهزاء إلى غير ذلك ومنها أيضا الترويع الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لمسلم أن يروع أخاه المسلم حتى على سبيل المزاح أنا بدك بالنكت وقدر تخل نخلع خويا هذا من الظلم ما تخلاش خوك تأتيه بأخبار صادمة عباش يقولوا فلان توفى الأب ديالك ويا ما كانش أنا يشوف برك ردة الفعل هذا لا يجوز صح لا يجوز أو أنه يخفي بعض الأمانات منه يقول له قد ذهبت مني على سبيل هم يجوز ظلم صح. هذا من الظلم انت ربما نديروها بسبب هذيك كل إيه يا ودي نفعلوها كذا ماشي دوك صارت بالعكس صارت تجدوا عبر القنوات ماشي والله يعني والله المستعان يعني الان يعني العديد من الناس يمكن بعد مرور السنوات يمكن ظلموا العديد من الناس وظلموا ناس اخرين وخلاص هذوك الناس اللي ظلموهم بالك ما يتلاقاوهمش بالك راهم بعاد بالك توفى وبالك هل يستطيع كيف يستطيع الانسان لما يتوب كيفاش يعني يسترجع هذاك نعم. الظلم اللي كيفاش يدير مع هذاك الناس اللي ظلمهم وهما راهم بعاد عليه يعني والله رحمة الله واسعة شوف الله سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه فالمظالم التي فيما بينك وبين العباد زيادة كما أشرت إلى التوبة والإقلاع عن الذنب والندم والرجوع إلى الله لابد من استحلال في ذلك الأمر الذي بينك وبين هذا الإنسان إن كان حياً فتأتيه وتذهب إليه لكن هنا لابد أن ينظر في حال هذا الشخص كان بعض الناس ربما أنا سرقتهم ديت لهم مال نعم. عندما كنت صغير أخذت نعم. منهم أموال نعم. أنا أعلم لو ذهبت إليه واستحللته من المال الذي أخذته منه ربما لا ظلمني وربما لا شدت فهذا لا تذهب إليه هذا تستطيع أن تأخذ ذلك المال الذي أخذته من تجمعه وتتصدق به بنية أنك تتصدق به عليه والله سبحانه وتعالى سيعوضك يعني يديها حسنات نعم. نعم لكن إن علمت أنك لو أتيته وأعطيته هذا المال أو أنك استسمحته لا ما تعطي له المال تروح تقول يا فلان والله أنا قد فعلت معك منذ زمن نعم. وأنا صغير كذا أريد أن استسمح يقول لك اسمح أنا الحمد لله عمر الجزائري في مثل هذا شوف تقول له اسمح نعم. لي صح 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 يدوب يدوب خاصة بالاعتراف بالذنب خلاص نعم صح حتى وإن فعلت والله بمجرد قل له سمحت لك خلاص يا الحمد لله قلت بارك الله فيك الله جزيك والله يفتح عليك وش ما تحتاج انا نزيد لك صح كينا والله الخيلة شايف فهذا هذا هذا هذه الصوره من الصور الاخرى كما ذكرت قد يكون هذا الانسان قد مات كانت بينك وبينه مظالم وقد مات وهذا شيء لكن مع ذلك ما عليك الا ان تكسمه من الاستغفار تدعو له بالمغفره وتعرف على شيء ان الله جل وعلا يوم القيامه أن هؤلاء الذي كانت بينهم وبين الناس مظالم لأن كما أشرت آنفا أن الذي بينك وبين الناس يقوم على المسامحة والذي بينك وبين الناس يقوم على ماذا؟ على المشاححة يوم القيامة كل إنسان شحح بحسناته تجي عندي تقول يسمح لي لا ما يسمح لك أعطيني حسناتك أكيد نبي أمس الحاجة إليه وأنا كذلك صح كل إنسان شحيح بحسناته يبحث عن الحسنات يستجمع منها ما يستكثر منها ما استطاع فلهذا في ذلك اليوم في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى مثلا أنت إنسان إذا كنت بينك وبينه مظالم مثلا كالقاتل القاتل مثلا القاتل الله سبحانه ماذا قال عنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا كيف يفعل مع من قتل وهذا ظلم عظيم نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم سبحان الله هذا, هذا, هذا إذا تاب إلى الله ورجع يوم القيامة الله جل وعلا يعطي المظلوم يعطي المظلوم يعطيه ويمنيه حتى ينسيه بأثار ذلك الظلم هذا من رحمته إذن آخر سؤال شيخنا هل يعاقب الله عز وجل يعني الظالم إذا سامحه المظلوم إذا سامحه المظلوم لا يعاقبه نعم. أن هذه حقوق تقوم بينه وبين الناس وإذا لم يسامحه يعاقبه العقاب حتى لو تاب حتى وإن حج واعتمر نعم. وصلى وفعل ما فعل لذلك لأن هذه حقوق الناس تقوم على المشاحة لذلك الظلم واعر بزاف يعني نعم. نعم. هذا خاصة ظلم بين الناس يقدر الإنسان ما يسامحكش يستطيع الإنسان لا يسامح نعم 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 ولهذا لذلك نعم. النبي عليه الصلاة والسلام من كانت بينه وبين أخيه مظلمة فليستحل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إذن شيخنا الكريم وصلنا لنهاية هذه الفقرة لو تفضل علينا بدعاء كما العادة دعاء المسلمين الجزائريين لم يتابعوا فينا ويشاهدوا فينا في هذا الصباح الجمعة إن شاء الله أسأله جل وعلا بكل اسم هو لا سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو استأثر به في علم الغيب عنده أسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلة وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا وأن يجنبنا المساخط والمظالم بشتى أنواعها وشتى أشكالها كما أسأله سبحانه وتعالى
أن يفرج كرب المكروبين وينفس هم المهمومين ويقضي الدين عن المدينين وأن ينصر كل مظلوم وأن يقسم ظهر كل ظالم وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا ولا يسلط علينا أمين. بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا أمين يا رب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. أمين يا رب العالمين. إن شاء الله يكون دعاء مقبول للمشاهدين الكرام لكم تتبعوا فينا. إذن كملنا فقرة حديث الجمعة، رح نروح إلى فقرات أخرى خاصة فقرة المطبخ والأكل الصحي. حاضر معنا اليوم بحكم أنه يعني الاختبارات ويعني اللي زيكزامرهم قريب، راح نوجد لكم عصير مليح بزاف مع هبات زهرة مختصة في الأكل الصحي، ونشوفوا وقبل هذه راح نشوفوا فيتيار حول مسجد كما يعني مساجد حول العالم، مسجد صالح باي بعنابة، هذا المسجد القديم والرائع والجميل إن شاء الله ربي يكتب لنا أن نزوره ونصلوا فيه إن شاء الله يوما ما إن شاء الله. إذن نروح نشوفوا هذا التقرير من إعداد زميلتنا زاهية الزيك. صحيح اليوم حضر معنا الشيف هبات زهرة. مرحبا بك شيف معنا. يسلمك. نقول للأعزاء المشاهدين صباح الخير، نهاركم مبروك والجمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن يعني كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام في الطاولة تاعنا في المطبخ تاعنا ما عندناش العديد من يعني العديد من المقادير البسيطة. واش راح نديروا اليوم؟ كنت قلت لكم قبل انه بحكم انه يعني الاختبارات راهم قريب، اطفال تاعنا يحتاجوا حتى حنا الكبار يحتاجوا عصير اللي يزيد في التركيز ويعطيهم اكثر شيء الطاقة خاصة مع الصباح. اذا اليوم الشيف راح توجد لنا عصير تاع الطاقة اللي يزيد في التركيز ويزيد في النشاط كما حكيتي لي شيف زهرة. مام كي يكونوا يحفظوا ما ينساوش. مليح. سختو اليوم قريب يجوزوا شهادة تعليم متوسط. نعم والبكالوريا أيضا، يعني هذا نعم. وقته يبدأوا من دوك. جيد. الآن يعني تقدروا هذا العصير توجدوه تبدأوا مع المراجعة والحفظ يشربوه الصباح دو جوغ تخوا جوغ يعودوا. جيد. هكذا هو جيد. مليح صباحا ويعطي لهم طاقة النهار كامل ما شاء الله. يعني أنا مجرباته مع أولادي قبل كل شيء. أنا كنت محتاج الطاقة إن شاء الله هذا العصير إن شاء الله نولي ندير إن شاء الله بلد. وحتى أنتم المشاهدين الكرام ماذا بيا لكم تبعوا فينا دوك نفتحوا لكم الاتصالات على كل حال. جربوه ورجعوا لنا يعني خبر الأسبوع الجاي شوفوا يعني النتيجة تاع هذا العصير. يلا احكي لنا على المقادير اللي عندنا. مقادير بسيطة. نعم. يعني تقريبا موجودة في كل بيت. نسحقوا حبة بنان حبة تكفي، مغرفة كبيرة ماشي معمرة تاع نعم. تاع زبيب. إذا عندهم الأسود من الأحسن أسود. الجوز نسحقوا 7 حبات كما هادو 7. نعم. و7 حبات تمر أنا مسحتها ونقيتها. هاد الكمية زوج أشخاص. هذه تاع زوج أشخاص. تاع زوج أشخاص. والحليب حبيناه خاطر نديروا الحليب زيادة، حبيناه خفيف ما نديروش الحليب. هذا الحليب ما نقدرش نقول لهم شحال، كل واحد كيفاش يحبه. كاين يحبوا ثقيل وكاين يحبوا يعني خفيف. يعني نقدروا نستغناو على الحليب؟ لا نديروا الحليب. كاين يحبوا خفيف وكاين يحبوا ثقيل. دوك الحليب يعني انت تتحكم فيه. نعم. الحليب هما يتحكموا فيه. نتكلم لك على الزبيب، يعني هذا الزبيب الاصفر صغير، هل كيما راه نغسلوه ونطحنوه ولا كاين اللي يفوروه ولا باش لا كيما راه اذا ما درناش. نهضر لك على الجوز ثاني. نعم. اذا ما درناش الجوز نقدروا نديروا مكسرات واحد اخرين. جيد ماشي شرط الجوز، ونقدروا نخلطوا ثاني مكسرات اللي عندك في الدار شويه هكذا. نعم. ماشي بزاف، نسحقوا غير شويه برك. جيد. الان بالك المشاهدين اللي يتبعوا فينا ما نحمصوهمش على طبيعتهم، يقعدوا على طبيعتهم. جيد. الان واش هو هنايا المكون اللي في هذا العصير ما نقدروش نستغناو عليه؟ كاين البنان، كاين الزبيب، الجوز، التمر والحليب. يعني هل لازم يكونوا هكاك ولا كاين مكون نقدر نستغناو على البنان؟ معليش انا البنان درته. انا علاش ندير نقص لكم في الميزانيه؟ لا البنان معليش نقدروا. نعم. نستغناو بصح هادو لازم. انا علاش درت التمر ودرنا خلينا بالزبيب لازم. نعم. علاش درت التمر؟ باش ما نديرش السكر، باش يقعد صح طبيعي. يقعد صح طبيعي. ما نديرش السكر وما نديرش يعني يعني الا ما كانش عندك التمر وكان عندك الكرموس ولا التين نقدروا نعوضوه. التين هو جاي حلو. نقدروا نعوضوه. فوالا. ويجي هايل ثاني. يجي بنين. هيا مليح يلا. وبنينه يعني. راح ندوقوا انا على كل حال ونقول لك. يلا نبداو نوجدوا هذا العصير. حاجة الأولى هذا أنا غسلته ونقيته. نعم. نحيت له هذيك العظمة. لو كان سقسيك دوك أنا في التمر يعني كيفاش تغسل؟ لأنه مسحته 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 مليح. مسحته مليح، تقدر تمسحه من بالمظهر. نحيت له هذيك العظمة. نعم. هذه هي 7 حبات. 7 حبات. قلت لك باسكو على كما وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام. وليدي رقيس شخص واحد يدير 3 حبات. أوكي. أنا درت 7 باسكو شخصين. شخصين فانا. أيوة. يعني نشوف التمر كي ثقيل كي ينحن واش راح يمد. 7 حبات جوز كيما هكا. 7 حبات جوز. نعم.
يعني ماشي حبه جوز، سبع حبات، سبع نصاص. مغرفه تاع ماكله كبيره بس ماشي معمره. تاع زبيب، تاع زبيب ماشي هكذا هكذا شويه برك ما نديروش. شويه برك صحه. البنان نديرو في بلاصه البنان، زعما واش نقدروا نديرو في بلاصه البنان؟ يعني نديرو لي فريز، نقدروا نديرو هكذا نحو البنان. لا قصدي زعما زعما مليحه بالكو تاع لي فريز، ولا تقدر سخطو الدراري الصغار تقدر تبدلهم في ليغو، سينو ما نديروش كاع، نديرو هادو يكفو. ومليح مام الكبار في العمر على جالي نشط الذاكره، باش كي يكبروا مساكن يولوا حتى انه يمد الطاقه ونشط الذاكره مليح. نديرو حبه البنان. راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، تقدروا تتصلوا بينا يعني. يلا استقبلوا اول اتصال، نقولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، جمعه مباركه لك الاخت العزيزه، شكون معايا من وين تتصلي بينا؟ فاطمه مشلف. مرحبا بك فاطمه، ومرحبا بناس شلف. ها فاطمه، واش رايك في العصير اللي رانا وجدوا فيه؟ والله عصير الله يبارك ما شاء الله مليح للدراري في هذه الفترات، يكتبوا فرق الاختبارات ويصفوا عيانين، يصفوا بشلانين، لازم لهم هذا العصير. خير من القهوه تاع الصباح. خير من القهوه تاع الصباح اكيد. اصلا القهوه تاع الصباح هي عندها اثر سلبي على الكولو وعلى الجسم تاعنا. مليحه انه نبدلوا عاداتنا، الامور صحيه ومليحه اللي تخلي ذاك الطفل يحس بالنشاط في اليوم تاعو. مليح اصلا يبدا صباحه بعصير فخاش وعصير صحي كيما هذا. نعم تما راح تسييه في الدار ولا كنت تديريه مقبل ولا؟ نديره مقبل لي. الدكتور حسن الزين. شاف نادي ماني باري نسيي هذو اللي يجي لولادي. يعني انت واش المقادير اللي موالفه ديريهم من غير هذا يعني الزبيب؟ ندير الزبيب مع البنان مع الحليب. نعم بصح ما ديريش السكر، لازم نديرو. لا ما نديرش السكر. والنتيجه تاعو احكي لنا باش المشاهدين. ما شاء الله يحسهم بالشبعه، يبقاو شبعانين ما يبقاوش غير جيعانين. فوالا صح. انا بكري خساره ما كنتش نعرفو، انا كنت نضل نجوع في يمد واحد الطاقه نهار كامل. صح والله العظيم. معليش شكرا. من المواضيع وراني باغيه موضوع بزاف مهم في المجتمع تاعنا. تفضلي. هو موضوع التنمر ان شاء الله راح ينطرقوا ليه. التنمر والسلبيات على سكر الاطفال، خاصه الاطفال في المدارس في الشوارع. صح. في العائلات خاصه يكونوا تجمعات عائليه يتبع التنمر كما ذكرت انت يا سبقت على شكل حقوق يحسبوا هو ما يزعقه ولا كما نقولوا احنا يا الدارجه حسب المزاح. لا التنمر عنده اثار سلبيه جد سلبيه على النفسيه تاع الاطفال وحتى الكبار. اكيد. شوفي الاخت فاطمه ان شاء الله راح ينطلقوا لهذا الموضوع في الاعداد القادمه ان شاء الله. ونشكرك. انا بغيت نسقسيك سؤال على الدكتور حسن الزين اللي يكون راح يكون حاضر معنا واليوم راح نتكلموا على الحساسيه في اخر الحلقه. عندي سؤال بغيت نسقسيه، اسكو الشقيقه تاثر على الاعصاب عندها علاقه مع الشقيقه؟ خلاص دوك زميلتنا زهير رزوق سجلي هذا السؤال باش كي يجي حسن الزين الدكتور حسن الزين معنا في اخر عدد اليوم راح نطرحوا له هذا السؤال ان شاء الله ويجاوبك. ريحي برك تفرجي فينا الى اخر العدد ان شاء الله تلقاي الاجابه عنده. ان شاء الله راكم ما شاء الله بقاو كيما هكا بقاو متالقين ربي يحفظك. ما راكم في القمة ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله السنه الثانيه تدوها كاحسن مشاهده كيف ان شاء الله. ان شاء الله الاخت فاطمه ان شاء الله تبقى في الرياده دائما في الرياده. شكرا على المرور تاعك معنا اليوم وسلمينا بزاف على ناس شلف. الله يسلمك، سلم كامل على الطاقم الصحفي تاعكم على طاقم الشروق وكامل على الصحفيين الاعلاميين الزملاء. ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء. جمعه مباركه لكم. الى اللقاء الاخت فاطمه. يلا يعني اتصال كاين حاجه ثانيه، هذوك اللي يكون عندهم ستريس وقت اختبارات هذا راح يهديهم. يعني عن تجربه يعني علاش سميتو مشروب عجيب سحري؟ مشروب سحري وعجيب انا والله ما كنت نعرفه. ويعني الشيف هبات زهرة هي تحكي عن تجربه لانها ام وعندها الاطفال تاعها اللي يعني راهم يجربوا هذا يعني العصير ولا حتى الاكلات اللي توجديهم الان. ان شاء الله المشاهد اللي معنا يستفادوا معنا بهذا العصير. بون درنا الزبيب، درنا التمر، ودرنا الجوز. كما قلنا سبع حبات تاع جوز. نص ماشي حبه كومبلي. سبع نصاص. سبع حبات تمر. فوالا واسمو درنا الزبيب. ماشي معمره تاع الزبيب. تاع الزبيب. وقطعه. سبع حبات التمر وحبه بنان. حبه بنان. اختيار يعني. واش قلت لك الحليب؟ ما نقدرش نقولهم شحال، كل واحد يحب تحبوا ثقيل تحبوا خفيف. فوالا.
ويمكن تاني حسب العدد اللي كاينين في العائله يحبوا يضعفوا الكميه يضعفوا الكميه. يا برا يعني نشرب بارد ولا دوكا كيما دوكا ما انا شويه ما على بالناش اذا انا سخانه ولا انا الصيف صافي جبتو نورمال. يقدر تما يقدم بارد في الصيف. بارد في الصيف هكذا كيما واش انا دوكا. لا صح مع الصباح سورتو للدراري ما يكونش بارد مع الصباح ما يكونش جيد. بارد نزيد له شويه شويه باسكو راه ثقيل كيما صافا يعني كل واحد كيفاش يحبو. كاين يحب يصفيه اللي ما يحملش. انا ما نصفيش انا ما نصفيش اذا صفيت الفايده كاع راحت. انا ما نصفيش. كاين اللي ما يحملش يقول لك لازم نصفي. بسم الله على بركه الله ذوقوا هذا العصير ان شاء الله. بسم الله يا درا حلو ماشي حلو بنين ماشي بنين الله ما على بالنا ان شاء الله يعجبك. بسم الله صحتكم. فوالا نعم عصير والله البنين يعني انا شكون شروق بزاف لانه عمك شحال راني ضايق بالصوالح بزاف غير الامور الجيده والبنينه والرائعه ما شاء الله. اذا في الاخير يمكن كاش توصيات حبيت توصيهم على هذا العصير المشاهدين اللي يشبعوا يتابعوا فينا نقول لهم يديروه يعني جربتوه. نعم. جربتوه قبل في. نعم. ولادي باش جيت باش درتوه لهم المشاهدين جربوه ما حشت ندموا ان شاء الله ربي ينجح كامل ولادنا ان شاء الله. عفوا احمد قريق احسن احمد قريق احسن حاضر معنا اليوم. اليوم راح نتكلموا حول واحد الشخصيه شخصيه تاريخيه جزائريه اللي خلت اثر كبير في التاريخ الجزائري. يمكن العديد من المشاهدين ما يعرفوش هذه الشخصيه خاصه يعني انه الجزائر كبيره وعندها العديد من الشخصيات والتاريخ القديم ضارب. يعني احنا نحاولوا كل مره راح نجيبوا شخصيه ونتكلموا عليها. اليوم راح نتكلموا على سيدي الاخضر بن خلوف. اسم من ذهب سجل في تاريخ الجزائر الزاهر والزاخر. يعني هو المجاهد الشجاع هو المفكر والعالم هو يعني الشاعر الفصيح والولي الصالح الذي لقب بمداح الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم راح نحاولوا نتكلموا معه مع ضيفنا حسن. مرحبا بك ومرحبا بالحضور تاعك. أهلا وسهلا سي كريم. مرحبا بكم جميعا. جمعة مباركة إن شاء الله للجميع. يومكم سعيد. سيدي الخضر وش قال؟ لو كانت الكوان جبل كنت انت الذروة. لو كنت انت الربوة. لو كانت الكوان جمل. نعم. لكنت انت الذروة. وكان كانت الكوان عمل لكنت انت العلوة. الله. ما كانش يعني حتى في الفصيح من أجمل ما قيل في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. لذلك لقب بمدح الرسول. بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كأنه نعرفه احنا في الفصيح البوصيري. نعم. يقال فيما يقال أنه من أصول جزائرية كذلك. لكن في شعر الملحون سيدي الخضر بن خلوف. سيدي الخضر بن خلوف يؤدى في كل طبوع الجزائرية في العروبي في الحوزي في الموسيقى الكلاسيكية. صح. في الشعبي في الملحون يؤدى في كل طبوع. يعني لو نتكلموا بداية نقولوا من هو سيدي الخضر بن خلوف وما هو الأثر اللي خلاه حتى احنا اليوم رانا نتكلموا عليه وراح يعني نعرفوا به للناس للناس اللي يتبعوا فينا. يعني ماذا بينا تنورنا وتحكي لنا على هذه الشخصيه التاريخيه. سيدي الخضر بن خلوف تعرف نعرفوه لما نعرفوا قيمه الشاعر. نعم. في الثقافه. نعم. تاعنا في الثقافه الجزائريه الشاعر هو الناطق الرسمي باسم الجماعه. نعم. هو حكيم الجماعه هو شيخ الجماعه هو رائد الجماعه. إلا ولا اللور نولي واللور إلا تقدم نتقدمه. هذا هو الشاعر. نعم. كانت عنده قيمة كبيرة. وإحنا كثقافة ما زلنا الآن حتى الشباب. نعم. لما ما عندهمش ما تكونش عندهم الثقافة التقليدية يروحوا يوليوا دي رابور يحوسوا الراب وهي كذلك الشعر. صح. على خاطر يحوسوا كيش يقولوا الكلام هذاك اللي يكون ما قل ودل ويكون الكلمه ضارب. تكون ضاربه هكذا. نعم. تكون واسمه تلخص هكذا. نعم. لما يعطيك مثل لما يعطيك بيت شعري ولا انت تشوف مسرحيه ككل هكذا. نعم. تشوف لاسين هذيك. سيدي الخضر بن خلوف هو يقول في القصايد تاعو انه زاد في نهايه القرن السابع الهجري عاش القرن الثامن
وتوفى في بداية القرن التاسع. يقولوا بلي سيدي خضر بن خلوف عمر في الأرض أكثر من 125 عاما، يعني الله يبارك ما شاء الله. هو اللي قالها في الشعر 125 سنة بالحساب وزيد لها 6 شهور 40 سنة منهم ما فاتت كسراب. بعد وليت مداح المبرور هكذا في القصيدة تاعو يقولها. إذن هذه اللي قال بها عمره 125 سنة، بصح ما على بالناش شحال زاد. إيه ما ماتش التم، هو ماشي آخر كلمة قالها وتوفى. صح، لا فهمتك، لأنه التاريخ ما، لأنه هو تكلم. هو على كل حال حفظ القرآن. نعم. كان عنده هو الحاجة الأولى تربى يتيم، لأنه ربته يماه كلها وكان متعلق بزاف بها الوالدة تاعه، وباباه توفى خلاه صغير، ومن عائلة يعني شريفة، من عائلة تاع حفاظ قرآن، معلمي قرآن. نعم. ومن بعد رباوها أعمامه ورباوها الجماعة، العائلة كامل، العائلة الكبرى والصغرى. لكن هو كان يعني متعلق بزاف بالوالدة تاعه، ويذكرها كثير من الأحيان يذكرها. ومن بعد غادر المنطقة، سافر، هما كانوا يعني كانوا عرب رحالة هكذا، كانوا يقول لك يتكلم دائما على الخيمة، يسكن كان هو في الخيمة. نعم، الخيمة بكثير. الخيمة من بعد يعني التكوين تاع، وهذا قرا عند الشيخ وصرالو كاينه هذيك الكرامات اللي يحكيهم عليهم. من بعد الشيخ كيفاه سرحوا صغير. قال له الشيخ ما يقرا عند الشيخ. صح، وما راح تبعوا الحكايه هكذا. نعم. الحكايه في الغابه وتبعوا وصابوا مع جماعه من الحيوانات هكذا، قاعد معاهم وكلش، شاف بلي هذيك اول كرامه تاعو. بعد سرحوا، قال له الشيخ ما يقرا عند الشيخ، وراح زاد قرا وزاد تعب وزاد. نعم. سافر. لو نتكلموا على سيدي الخضر بن خلوف المجاهد، لانه كان يشارك في الحروب اللي كانت في هذاك الوقت في 1500 في القرن السادس عشر، خاصة أنه الغرب الجزائري كان محتل من إسبانيا وهران ضلع العوجة. نعم. وكانت كاينة معركة شهيرة جدا، معركة مزغلان، اللي حروا فيها وطردوا يعني الإسبان، هو كان مشارك فيها وجاهد فيها، وحتى أنه دار قصيدة وكتبها يعني حول هذه المعركة بالتفصيل، كيفاش صارت، كيفاش ربحوا، كيفاش وجدوا لها. وما كان زوج قصايد، كاين الغزوة تاع مزغران وتاع مزغران. نعم. كيفاش تقولها؟ مزغران. 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 وكاين غزوة تاع شرشان. نعم. لكن المشهورة تاع مزغران. نعم. هو يحكي فيها أنه جاء حتى المدينة الجزائر، كأنه هو يظهر، يبدو أنه هو اللي كان جاء صاحب الرسالة إلى حسن باشا اللي كان هنا في مدينة الجزائر، وخبره بخروج الكونت دي الكاودوتي الإسبانيولي هذاك. نعم. من وهران، وكانت هذه ثالث محاولة لاحتلال مستغانم. نعم نعم. ولما الإسبانيول دخلوا المدينة مزغران، لقوها خالية، خاوية عن عروشها، لأنهم هما كي بعتوا جاتهم المؤونة من إسبانيا، من مالاغا وعلي كونتي وكل جاتهم المؤونة، كانوا السفن الجزائرية حكمت هذيك السفن اللي جابت لهم المؤونة. إذن أصبح الجيش تاعهم ما عندوش الماكلة. قالك ندخلوا المدينة هذه، دخلوا كسروها ما لقوا حتى شيء، بداهم الجوع هكذا المدة اللي لحق الجيش من مدينة الجزائر. وكان الجيش يمشي يحكي سيدي الخضر، الجيش خارج مدينة الجزائر وين يروح؟ يزيدوا يجيوه المتطوعين، المجاهدين كانوا يجيوا مختلف القبائل. نعم. شاركت من منطقة تاع متيجة، المنطقة تاع الشلف، المنطقة تاع كامل اللي يجيوا تاع غريس، كامل هذوك القبائل كانت موجودة، المدن اللي كان يجيوا المتطوعين حتى لحقوا المستغانم. وكي لحقوا لقاو اسبانيول كانوا تعداوا على السكان المحليين وكلش، دخلوا فيهم دخلة كبيرة هكذا، وصارت المعركة في أوت. تتصور كان الخروج هنا في صمايم، يعني كان في أوت. نعم. والسخانة وكلش، رايحين مدينة الجزائر لازم يلحقوا في مدة 4-5 أيام. نعم. وما يمشيوا هكذا كليل ونهار. كي لحقوا تما، هذه كانت 22-24 أوت اللي وقعت المعركة هذه، دخلوا فيهم دخلة هذيك، وكان سيدي الخضر بن خلوف كان حاضر. ويحكي من بعد، يا فارس من ثم جيت اليوم، غزوة مزغران معلومة، يا عجلان ريد الملجوم، ريد تجنب شلوم وشلوم. الله، هي الأشعار هذه. يحكي لك عن طراد يعني اليوم غزوة مزغران، يحكي هو ومعك، يحكي على هذاك على حسن باشا، ويحكي عليه على الأتراك اللي يعني كانوا المجاهدين، ويحكي على الإسبانيول كي طيروا له راسهم، هذاك القائد تاعهم لو كونت هذاك.
يعني كما نقولوا الى جانب الاشعار تاعو البليغه والجميله استحق سيدي الاخضر بن خلوف صفه عالم الاجتماع ومؤرخ للقرن السادس عشر. انت كباحث في التاريخ يعني الدور تاع هاد الشعراء اللي كانوا بكري يعني في التاريخ وكتابه التاريخ، لانه الان يمكن لو تبحث على يعني هاد المعارك في الكتب ما تلقاش معلومات كثيره، ما عندناش الوثيقه. نعم عندناش، ولكن الوثيقة. تبقى القصيده هذيك تارخ بال يعني بالواقعه هذيك. يعني احكي لي احنا في الجزائر هل عندنا يعني شعراء كانوا يأرخوا ولا؟ هو بالطبع هو الشاعر بالشعور تاعو بالشعر تاعو انعكاس لما يعيشه المجتمع. نعم. حتى ولو ما أرخناش مثلا الأحداث العسكرية أو الأحداث الحربية، أرخنا من جهة أخرى. مثلا لو تحكم الديوان تاع سيدي الخضر بن خروف وتشوف فقط الكلمات المستعملة في هذاك الوقت، تصيب للمعجم تاع سيدي الخضر يختلف عن المعجم اللي نستعملوه الان. نعم. هذا دليل على تطور اللغه العاميه. صح. صافي واش نديروا به؟ نقراوا به اللسانيات. صح. لما يتكلم سيدي الخضر بن خلوف مثلا حكايته على هو مثلا الرحله تاعو اللي راح سافر فيها لسيدي بومدين. نعم. وتلاقى مع هذه القصيده. نعم. تاع الامانه هذيك، ومع بعد يتكلم على مختلف الاولياء اللي كانوا اللي مشى عليهم وراح لعندهم سيدي الهواري، ويتكلم على الثعالبي، ويتكلم. نعم. على خبشوش، أسماء لا نعرفها، سيدي بالقاسم فلان فلاني، يتكلم على كامل هذه الأسماء. هذا يعطينا نظرة على المعيشة تاع السكان. صح. كذا هو علاش سمته يمهلك حل، لأنه الوالي هي ما عندهاش الذرية، كي رغبت في الذرية راحت عند والي زارته وبدعا لها بالبركة تاعه وسمته الكحل. من بعد هو سمى روحه الخضر، الخضر تاعي باللون الاخضر اللي كان يحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. لا لا، الخضر على خاطر هي نامت. آه. نامت روحها محزمه بحزام خضر. ايه هكذا. والكحل ماشي، احنا في الثقافه تاعنا ماشي لون تاع الحزن. الكحل نعم. ايه ماشي لون تاع الحزن. بكري كي يحزنوا يلبسوا الابيض. صح. ايه هو لون تاع شعار من كان الرسول عليه الصلاه والسلام عنده رايه سوداء، والعباسيين كانت رايه تاعهم سوداء. اذا احنا ولينا ننظروا للتاريخ تاعنا للثقافه تاعنا بمنظور مسيحي، لانه اثروا فينا هما بالافلام تاعهم وكلش. كاين اشياء تبدل وهذه نفهموها من خلال الكلام. اذا نقدروا نفهموا المعجم التاريخي، نقدروا نأرخوا المجتمع، العلاقات اللي كانت في المجتمع، زياده على بعض الاحداث التاريخيه. مثلا سقوط مدينة الجزائر اللي أرخ لها شاعر هذاك سي عبد القادر يتكلم عليها، هجوم الدنمارك على مدينة الجزائر في القرن 18 أرخ له شاعر جزائري كذلك. يعني دور شعراء كان كبير في التاريخ. في التاريخ. نعم. عندهم مثلا زلزال تاع الصنام. عندنا قصيدة كبيرة تكلم عليها واحد من الشعراء تاع المنطقة تاع 1954. كل مرة تكون أحداث هكذا يا تاريخية كبيرة، إلا والشاعر بالطبع لأنه هو الشعور تاعو دائما يكون مرة ويكون عاش المرحلة هذه. نعم. ولا لو هو عنده قدرة على التعبير على الأشياء. نعم. خير ما حنايا. أنت تحصل فيك هذيك تبقى متضايق لما يقولها مثلا الواقع اللي رانا نشوفه فيه في غزة، تتألم. صح. تتألم. صح. وتتحسر لما تسمع قصيدة من قصائد ولا تشوفها هكذا تريح خرجها. نعم. هذا هو الـ 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 نعم. الـ الـ لو نرجعوا لسيدي الخضر بن خلوف، هو سيدي الخضر بن خلوف قبل الوفاة تاعه أوصى أنه يدفن تحت النخلة. النخلة اليتيمة يقولوا لها. النخلة اليتيمة تاع الظل تاعها. سبحان الله، يمكن المشاهدين يسمعوا فيها لو كان يروحوا يشوفوا يعني وين مدفون سيدي الخضر بن خلوف. هذه النخلة التي تعد من اقدم ولا اقدم نخله في العالم، ما كاش نخله قديمه عليها، لانها مازالها من هذاك القرن مازالها حاضره، لانه بحكم يعني حاولوا يحرقوها، حاولوا يقطعوها، ولكنها مازالها واقفه. يعني والمعلومات اللي عندك حول النخله هذه العجيبه هو يعني تلقح من بعدي بواو او اعطى لها حتى الشكل. نعم. هذيك هي. نعم. كانت قال لهم كي تدفنوني قدام الخيمه تاعي، ما كانش بنيانها هكذا، دفنوني وكاينه في سلاله ما تاع نخله ميته. بعد ما دفنوه حيات وقعدت تكبر حتى جات هذيك الشكل تاعها تاع واو. هذا هو في الوصيه تاعو يحكي يعطينا اسماء اولاده والاولاد. نعم. تاعو اربعه مسميهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عنده محمد واحمد والحبيب وبالقاسم. ويوصيهم، واحد يعطيه عمامته، واحد يعطيه سيفه، واحد يعطيه الكتب تاعه، واحد يعطيه كذا، ويوصيهم على اختهم حفصه.
نعم حفظ الله فيها أختكم هذيك وراحت تبكي عليا، يعني يعني قصيدة مؤثرة جدا لوصية سيدي الخضر بن خلوف. يمكن في الديوان تفضل كمل. وهذيك يعني الكرامة، لأنه هو عنده بزاف كرامات. عنده في خيمة الشعر يا ودي، هذيك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام النور اللي وقع، حتى مرته قلنه ما كانش معلو، كانت فيها شوية تتردد. بعد كي شافت هذيك الكرامة عودت ولات رجعت هكذا. نتكلموا على أشياء غيبية احنا كمسلمين نصدق بها ولا نغلو فيها هكذا. مثلا حتى جماعات السلفية عندهم مشكل مع الكرامات على الأولياء والتوسل، بصح كي تهضر لهم على الكرامات ابن تيمية يصدقوا بها، كي تكلمهم على فلان ولا من جماعتهم ايه، الاخرين لا لا. يمكن هو شوف يعني احنا لو نتكلموا على الاثار اللي خلاه في اللي خلاه في التاريخ، يعني حتى اليوم ما نتكلموا عليه، وهو يعني تشوف يعني زوروه من جل ربع الوطن، وحتى انه الموروث الثقافي والشعبي، تشوف القصائد اللي في مدح الرسول انها في الديوان تاعو اغلبها يعني تغنات. نعم، خاصة أنه عنده تقريبا أكثر من 150 قصيدة في الديوان اللي جمعوها، وكاين قصائد اللي هو حكى عليهم يمكن وما لقاوهمش، ما لقاوهمش يعني كانوا. هو أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدأ، مثل النحلة اللي تسدي تبني شهدة فوق شهدة، هذه من أكبر القصائد التي تؤدى في الشعبي. مثلا يسموها الخزنة الصغيرة، عنده الخزنة الكبيرة. لولا أنت ما كان خلقنا من ترابي وبه بالصح نرجع بالينا، هذه كامل قصائد يعني سيدي الخضر بن خلوف أنا عايشين معه وتوفى. شوف يعني يمكن نعطيك آخر سؤال في حول الشخصية هذه، الرأي تاعك أنت كمباحث في التاريخ، يعني لما نحاول أني خاصة أني من المنطقة عام مدينة مستغانم ونحاول أني نقرأ الأشعار، كاين بعض الكلمات يستعصى علي الفهم تاعها ما نقدرش نفهمها حتى نسقسي. الرأي تاعك حول علاش يعني ما نقدرش نفهمه العديد من الكلمات اللي الآن ما بل يمكن ما نستعملهم، يعني وراه المشكل؟ المشكلة أنه المعجم اللساني تاعنا احنا نقص بزاف. هما على بالك المعجم الإنسان ينبي عن المستوى تاعه، الإنسان العادي يتعامل ب 200 كلمة 240 كلمة تكفيه. نعم. الماء الكاس باش تلحق تكون تلحق يعني مثقف لازم لك 1200 كلمة. نعم ريبرتوار كبير. لما هذا المعجم الشخصي الرصيد اللغوي تاعك، من بعد باه تولي شاعر ولا تولي مؤلف ولا لازم تنمي الرصيد تاعك. يقولوا للبشير الإبراهيمي رحمه الله كان حافظ لسان العرب. ولما تشوف هذوما الجماعة كامل كانوا حافظين 60 حزب. نعم. والقاموس كله في القرآن. نعم. هذا كانت. نعم. عندهم. وكي تقرأ سيدي الخضر بن خلوف تلقى مثلا كلمة تاع مرمدة. مرمدة احنا نقولوها مازال نقولوها هذاك الوقت كانت كاينة. صح. كلمة صح. تاع بوزلوف. بوزلوف. طاير. نعم. كي بوزلوف قالها هو في القصائد تاعو. تفهم بلي الكلمة. وذوك تشوف مثلا خاصة في الشبكات الاجتماعية يحبوا يعطيوا معاني جديدة، بوزلوف جاءت من كذا ويعطيوها قصة. لو كان يرجعوا لهذه الدواوين القديمة ويلقاوا بلي الكلمة كانت في وقت سيدي الخضر بن خلوف، يعني بمعنى القرن ال 15 والقرن 16 الميلادي، يعرف بلي الحكاية اللي حكاها مشكوك فيها. صح. هذا هو الرصيد اللغوي. ولازم تروح دائما وساعات باش تفهم كلمه كاين برك خطر اللي يكون ساعات احنا ناخذ القصايد بالسمع. من بعد واحد ما يكونش عنده مستوى كيما يسمع الكلمه كيما يرددها يجي اللي موراه يرددها يزيد خطا يجي خطا فوق خطا. لازم ترجع للمخطوط والا. صح. تقارن بالدواوين تاع الاشعار ولا. وفي كثير من الاحيان تلقى كلمات من غريب اللغه العربيه تلقاها عند هاد الشعراء تفهمهم لازم تروح للقاموس تروح للفيروز ابادي وان شاء الله تسلكها ان شاء الله. وندعو للمشاهدين الكرام انهم يروحوا يقراوا قصيده عم الزغلال وقصيده ثاني تاع شرشال، قصه شرشال وقصه الزغلال والخزنه الكبيره والخزنه الصغيره. نعم. والوصيه وما يخلصوش ما يخلصوش. والله القصائد جميله جدا. على بالي باللي لو تقرا كاين بعض الكلمات ما تفهمهاش ولكن راح يعني يعجبك الاصل التنظيم. انه نعم. الاصل مثلا يعني لا تسمح لي نوري برك بعض الاعمال اللي تكلمت. نعم. هذا مثلا من اروع الاعمال على سيدي الخضر بن خلوف. نعم. هذا يجمع الأجزاء
أنا لقيت غير الجزء الأول. نعم. الثاني ما نعرف إلى خرج هكذا. هذا يا قديم شوية دار الغرب. هذه جمعية. الحاجة اللي تعجبني في سيد أحمد أحسن قريق أحسن أنه دائما يجيب لنا كتب وكتب. أنا هكا كنا نبغي نديرو ما يخلينيش. ما قد بعيد. وهذا عدد أمال. خاص آمال. مجلة نعم. آمال هذا عدد خاص. قديم هذا كان في 69 خرجوه. آه. فيه مجموعة من الأشعار أول مرة أعطوا كيفاش نقولوا انتبهوا للقيمة التاريخية لهذه القصائد الملحون واستعملوها مثلا لما تكلموا على القيمة التاريخية لقصيدة يا فارس من ثم جيت اليوم. نعم. في هذا العدد اللي أعطوها يعني وهذا آخر الأعمال تاع الأستاذ عبد القادر بن دعماش هذا جمع له نحييه لكن يعني فيه فقط واحد يعني حاجه هكذا نقدروا ننقدوه فيها انه ما يذكرش المصادر تاعو وما صورناش المخطوطات اللي خدمهم لانه جاب الكثير من الجديد غير لأنه معروف بدعمش هو الوحيد اللي أجزاء. هو الوحيد اللي جمع بزاف قصائد جمع له كلش. نعم. تقريبا. نعم. كلش ما. نعم. كنا نعرفه ما كنا لا نعرفه جمع هذه وكان العمل تاع معجم الملحون تاع الأستاذ محمد الأمين دلاي جمع فيها حياته وعطى كل القائمة تاع القصائد من أجمل الأعمال كذلك وكان أعمال أخرى احنا على ذكر الأعمال بالك متابعي الكرام تاني نذكر الأعمال اللي راهي تنتج الآن هو عمل سينمائي من إنتاج وزارة الثقافة اللي نحيوهم على العمل اللي راهم يقوموا به أنه نحيوهم كي نشوفوه لا لا راهو في الإنتاج لا في التصوير كي يكون في المستوى تاع سيدي الخضر لا لا راح يكون إن شاء الله في المستوى لأنه إنتاج ضخم وراح يكون الممثل الرئيسي اللي ادى الدور تاع سيدي الخضر بن خلوف حسن كشاش اللي يعني ممثل رائع وممثل قدير لأنه مسؤولية كبيرة وحتى أنا أظن أنه عنده هذيك الكاريزما تاع أنه يقدر يمثل دور كيما هذا إن شاء الله نتمنى ونشوفوه نشوفوه مع بعض إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ونتكلموا عليه كي يخرج وحسن نتلمو يغير على التاريخ تاعنا ويراه يحب ينتقد يعني للأحسن إن شاء الله لا لا هذا ومن أحسن إلى قريق أحسن ياك هكذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني كيما نقول احنا وصلنا لاخر الفقره هذه نقول لك نشكرك على المعلومات اللي حكيتهم لنا بالرغم انه ما راحش نقدروا نحكوا على سيدي الخضر بن خلوف في 20 دقيقه او نصف ساعه مستحيل احنا برك يعني حطينا لكم هذا الاسم على الطاوله تاعكم باش نتوما ثاني تروحوا تبحثوا عليه وتكتشفوا العديد من الامور لانه ما نقدروش نتكلموا على عنده بزاف يعني محطات في الحياه تاعو اللي مهمه جدا لازم تكون حافظ 200 قصيده باش تقدر تتكلم على يعطيك الصحه فوالا هذه هي غير الاستاذ معزوز بوعجاج وش هي الشخصيه اللي زعما المره الجايه تجيبها لنا نحكوا عليها كاينين شخصيات يلا حتى انتم المشاهدين تقترحوا علينا شخصيات تاريخية نحكوا عليها نقدروا نتكلموا على العديد من الشخصيات ربما الشخصيه الامير عبد القادر على سبيل المثال هو اللي راه في قلبي على كل حال توعدنا به ان شاء الله يا ربي خلاص راكم تتبعوا مشاهدنا الكرام لانه العام اللي فات كانت الذكرى 140 للوفاه تاع الامير عبد القادر يعني كانت بعض الانشطه ما كانتش في المستوى تاع الشخصيات خلاص راك وعدتنا والمره كي نديروا الامير عبد القادر انت تقول لي بلي كاين انتاج تاع الفيلم تاعو اي الانتاج تاع لا لا ماشي كيف كيف الامير عبد القادر حكايه والانتاج يعني راه متوقف ولكن ان شاء الله يسرحوه في هذه السمانه يعني سيدي الخضر بن خلوف نظن ما بقاش بزاف على نهايه تصوير الفيلم ان شاء الله سوف يرى النور قريبا ان شاء الله اللي تم تصويره في سيدي الخضر بالذات في مستغانم البلديه اللي مسميه على اسم سيدي الخضر بن خلوف اذا شكرك على الحضور تاعك نشكرك نتلاقاو في اعداد اخرى ان شاء الله يا رب وراح نهب لك على الامير عبد القادر حتى يعني تجيب لنا الموضوع تاعو نحكوا فيه وهكا المشاهدين يسناو هذه الشخصيه اللي راح نحكوا عليها اذا احنا نروحوا إلى آخر فقرة اللي هي موضوع الجمعة مع الدكتور حسن الزين اللي راكم تسنوا فيه وتسنوا في الاستفسارات تاعكم باش تسقسوه إذا ما تروحوش بعيد موضوع الجمعة نستضيف الدكتور حسن الزين الأخصائي في يعني الحجامة والطب يعني البديل طب الأعشاب عفوا إذا حضر معنا مرحبا بك توحشناك يا دكتور يسلمك الله يسلمك شكرا جزيلا عليك دكتور نهار اللي ما تحضرش معنا المتصلين قاعي وراه دكتور حسن الزين وحابين نسقسيوه جمعة مباركة عليك وعلى جميع المشاهدين إن شاء الله وعلى جميع عمال الشروق إن شاء الله يا رب إن شاء الله إذا دكتور اليوم راح نتكلموا حول موضوع الحساسية نعم. هذا الموضوع نظن أنه العديد من الجزائريين يعانوا من هذه الحساسية ولكن حتى أنا اللي راني معك عندي
معلومات ناقصه بزاف على موضوع الحساسيه، ونظن حتى المشاهدين الكرام عندهم يعني ما عندهمش ثقافه كبيره حول الحساسيه. الحين نحاولوا نتكلموا ونتعرف ان شاء الله تنورنا حول الحساسيه انواعها، ما هي الحساسيه، وان شاء الله نستفادوا من عندك ان شاء الله. ان شاء الله. هلا نحكي عن موضوع الحساسيه بشكل عام، سواء حساسيه الارتكاريا الجلديه، حساسيه الجيوب، حساسيه العين اللازم الربو، يعني الشعب التهاب الشعب الهوائي، يعني هي كلها ناتجه عن ماده. يعني نفهموا باللي كاين العديد من انواع الحساسيه. طبعا طبعا كاين انواع من الحساسيه. نعم تفضل. فحديثي حيكون شامل كل هاي الحالات تقريبا. دائما الحساسيه ناتجه عن ماده بيفرزوها الخلايا بسموها الهيستامين. هي الهيستامين بيفرزوها بتفرزه الماستي سيلز، هذا جزء من جهاز المناعه بيقوم بافراز الهيستامين. هلا نحن الاشخاص العاديين بحاجه هذا الهيستامين، لانه هو مهم جدا لافراز حمض المعده للدماغ للاعصاب يعني، لكن بحاله مريض الحساسيه بيزيد عن حده، بيطلع هذا الهيستامين، فبيعطوه انتي هيستامين، انتي هيستامين مضاد حساسيه يعني. هل الانتي هيستامين بيكسر هذا الهيستامين؟ لا ابدا، بيعمل انه عباره عن حاجز صد لا يمنع الهيستامين وصول الهيستامين للخلايا العصبيه يعني، مشان يخفف حكي. فبتاخده 8 ساعات 12 ساعه بيروح مفعول الدواء، بيرجع الهيستامين طالع، ما استفدنا يعني، ما كسرنا. ليش بيطلع الهيستامين؟ لانه في ماده بالامعاء بسموها الديامين اوكسيديز، المصطلح الطبي دي اي او، تضعف هي الماده، هي بتكسر الهيستامين لما بيكون طلع زياده عن حده. فلما الديامين اوكسيديز بيضعف، الهيستامين بيضل بيطلع، ما في ضابط يضبطه. اضافه للمأكولات اللي بندخلها من برا بتزيد لنا الهيستامين، نسبه الهيستامين، مثل الفريز، مثل البنان، مثل بياض البيض، مثل المخللات والخل. نحن اوتوماتيكيا الهيستامين طالع عنا، فبنجي من نجيب له من برا كمان هيستامين. فلذلك لازم يتبع نظام غذائي مريض الحساسيه مرفق ببعض الاكلات، بعض الممنوعات، ولازم ندخل بعض الفيتامينات لنصلح الديامين اوكسيديز، لنكسر الهيستامين اللي زايد بالجسم. جيد. الان يعني المعلومات الشائعه عندنا حنايا، لما يخرج لك حب في الجلد او حكه هكذا نقولوا حساسيه. نعم. هل هذا الامر يعني صحيح؟ نعم ولا؟ نعم حساسيه، نعم حساسيه، لكن في ظاهره وفي داخليه بتكون احيانا ما شاء الله بتظهر يعني، مثل مريض الربو عنده حساسيه بس بالرئتين يعني، هذا ما بيظهر اعراض على جلده يعني، مثلا مريض الارتكاريا بتظهر على جلده يعني، بيعاني من الارتكاريا. يعني كيف يعرف الواحد منا انه عنده الحساسيه؟ لانه يمكن الحب هذاك مش حساسيه، ويمكن كيفاش يعرف لما يكون في هرش حك وهرش، هذا غالبا حساسيه يعني قوله واحده. جيد. لما ناموس بيقرص الانسان او نحله بتقرصك، بصير المكان بيحمر وبيحكك لانه الهيستامين طلع. يعني الماستي سيلز بالخلايا المناعيه فرزت هيستامين زياده. شفت عليه نبغوك تبسط لنا المعلومه ونفهموها بطريقه جيده. الان يعني ما هو يعني الاسباب الاساسيه لظهور الحساسيه هذه عند الانسان؟ قلنا لك زياده بيكون في خلل بالخلايا المناعيه اللي هي ماستي سيلز، جزء من جهاز المناعي، هذا مسؤول عن افراز الهيستامين. فبحاله مريض الحساسيه بيطلع الهيستامين اكثر من اللازم، يعني يكون في خلل لانه الديامين اوكسيديز ناقص اساسا يعني، هذا ماده موجوده بالامعاء. نعم. هي بتكسر الهيستامين لما يزيد عن حده، لكن هو الهيستامين بحد ذاته جيد جدا ومفيد لافراز حمض المعده، للخلايا العصبيه، للدماغ، جيد. لانه الحساسيه تظهر فجاه هكاك، تكون قاعد حتى تظهر لك الحساسيه، هي فجاه بيكون اكل شيء او لمس شيء او شم شيء، فهذا الشيء حفز الخلايا الدفاعيه انه تفرز الهيستامين زياده. يعني من كلامك نفهم انه تقدر الحساسية تتحكمك عن طريق اللمس أو عن طريق الشم أو عن طريق الأكل. نعم نعم. جيد نعم. جيد. هلا في ناس عندها حساسية من مثلا من وبر القطط أو من الحيوانات أو من الفراش، من عث الفراش. أو لو نتكلموا يعني الحساسية، ما هي أخطر أنواع الحساسية يمكن اللي تكون خطيرة على حياة الإنسان ولا على جسم الإنسان؟ هو بشكل عام الهيستامين لما بيطلع بحدوده الطبيعية يعني بيساوي حساسية، لكن لو طلع كثير ممكن يودي للوفاة. يعني مثلا في ناس عندها حساسيه البنسلين يعني اذا ناخذ له حقنه بنسلين قبل ما تخرج الانجكشن الحقنه من جسمه بيموت. بيطلع بسبب الاختناق يعني. او في ناس عندها حساسيه من النحل، من سم النحل. على ذكر النحل، نعرف انا ناس لما ياكلوا العسل وجههم يتنفخ. طبعا هذا عنده حساسيه. هل الظاهره وش المعنى تاعها؟ طبعا حساسيه بيكون الهيستامين طلع ضربه واحده يعني، بيطلع فجاه يعني، بيجي امر بيطلع فجاه. لماذا يكون من العسل النحل يعني حساسيه؟ لانه بيكون عنده حساسيه من الغذائيه. جيد. حسب اخر احصاء دكتور، يعني ارتفاع نسبة الحساسية تاع الأكل
كثيرة في العالم يعني. ما هو سبب يعني لماذا هذه الحساسية بالذات اللي مرتفعة النسبة تاعها في العالم كامل ماشي غير في الجزائر؟ بسبب خلل الجهاز المناعي، الجهاز الهضمي في خلل غالبا. في نقطة مهمة بدي أحكيها، مريض الحساسية اللي عنده ارتشاح أمعاء ما بيشفى من الحساسية اللي يعالج ارتشاح الأمعاء، اللي عنده كولون عصبي كمان بيكون يعني غالبا مريض الحساسية بتلاقي بتسأله عندك كولون عصبي بيقول لك إيه، عندك امساك كرشك يابسه بيقول لك نعم. فلو بيقعد بياخذ انتي هيستامين ومضادات حساسيه لعشرين سنه، ما اذا ما صلح جهاز الهضمي ما بيتصلح الحساسيه عنده. اذا انكم تسمعوا مشاهدينا الكرام لازم تزوروا. فغالبا انا المرضى اللي بيجوني على المركز اللي عندي في لمسه شفاء البدائل الطبيعيه، فبعطيهم اول شيء بصلح لهم جهازهم الهضمي. نعم. للميكروبيوم طبعا في اشياء كمان بتزيد الهيستامين، هي بعيده كل البعد عن يعني مشكلة ارتشاح الأمعاء بتختلف عن القولون العصبي علاجها، طريقة علاجها. يعني دائما مثلا اللي عنده ارتشاح أمعاء ممنوع ندخل له بكتيريا حية، يعني الخل والمخللات والأشياء هذه اللي فيها. جيد، اليوم يمكن إن شاء الله المستفيدين الجمهور اللي يتفرج فينا يستفيدوا من هذه المعلومات. أيضا ولفتنا أنك تجيب لنا عصائر وأعشاب مفيدة للعلاج يعني الأمراض اللي نحكوا عليهم، واليوم نحكوا على الحساسية. وش رأيك تفضلوا يلا اليوم حيكون عنا الخلطات خاصة للحساسية، مرضى الحساسية، ونظن هذه الفقرة اللي الناس قاعدة تسنى فيها بعد أخذ المعلومات الحساسية. يلا تفضل معي يا دكتور. يلا ويا ترى اليوم اذا نقدر، اليوم راني بالجلابة دكتور، وش رايك؟ نيها نحدو لك واحدة جمعة جاي نجيك يلا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اذا هلا عندنا نحن هون تركيبة اعشاب حنعملها خاصة لمرضى الحساسية والربو كمان. الحساسية بكل انواعها طبعا. جيد. عندنا الزنجبيل. نعم. عندنا الزعتر. عندنا نبات صمغ، هذا راتنجي بيسموه صمغ المر الحجازي او مر البطارق. عندنا اليانسون، البابونج، العرق السوس، والنيم. النيم جيد. أول مرة تسمع في هذا النيم أو الليلك الهندي بيسموه. النيم نبات النيم أو الليلك الهندي. مش مولف تهدرنا عليه النيم. أنا حفظتهم على بالك. سمع صمغ المر أول مرة نظن. والنيم أول مرة. هو النيم بيسموه الليلك الهندي يعني. على فكرة في أكثر من 140 مادة فعالة بتفيد كتير. أنا بستخلص منه زيت عندي بالمركز. هلا برجيك يا. هذا مفيد جدا لمرضى الصدفيه والاكزيما وال مليح. هذا شم ريحته كيف عامل؟ حتى هذا مفيد للمرضى اللي عندهم مشاكل في اللثه، للاسنان، اللي عنده مشاكل في الالتهاب في الوزن. اساسا هو اساسا مضاد فطري وفيروسي وبكتيري. جيد. يعني ما شاء الله دكتور الطبيعه تعطينا جميع كنز من كنوز اللي الله خلقنا اياه في الطبيعه. نعم. يعني له كثير فوائد رح نحكي بعض فوائد. اول شيء بيحفز الديامين أوكسيديز اللي كنت عم بحكي عنه، بيكسر الهستامين الزايد بجسم النيم. إضافة لأنه مثلا ممكن يستخدمون المرضى النساء اللي عندهم مثلا إيموراجي مثلا، بصير عنده نزيف بالدورة الشهرية كمان بينقص. يعني له كتير فوائد للجلد. اللي عنده الزيت هذا بيفيد اللي عنده البقع البنية والهالات السوداء، ممتاز. يعني خلال أسبوع بيقضي عليها. يعني الآن الأعشاب كيفاش الاستعمال تاعهم؟ هلا الأعشاب بنحط نسب متساوية من كل نوع، مثلا 30 أو 20 جرام حسب الحاجة. طبعا بنجيبها مثل ما حكيت سابقا، نحن بنرحيها ما بنجيبها مرحية مشان نضمن أنه ما يكون فيها غبار ولا فطريات. وبنحطهم بنسب متساوية وبنشربهم بطريقة ثانية، مغرف صغير في كوب ماء، ماء مغلي فوقه بنغطيه لعشر دقائق ربع ساعة، ومنصفي ومنشربه ثلاث مرات يوميا، كوب على الريق، كوب بعد الغداء بساعة، وكوب قبل النوم. جيد. عندنا هدول الزيتين كمان جايبهم، وزيت النعناع الفلفلي وزيت القرنفل. هدول كمان ممتازين جدا ليهبطوا الهستامين وبيريحوا الجهاز الهضمي وبيعالجوا مشاكل الجهاز الهضمي بنفس الوقت، وضيق التنفس والحساسية. طبعا منحط نقطتين أو ثلاثة من كل زيت بكوب ماء ويشربوا مساء قبل العشاء بساعتين. جيد. المتابعي الكلام مدى بينات يعني تسجلوا قاع هذه المعلومات لأنه باش تستعملوها بعد الحصة. الآن نروحوا للعصير. تفضل. قبل العصير هلأ بدي أحكي كمان عن الزنجبيل، كمان مفيد جدا لمرضى الحساسية. يعني فينا نحط شوي مع العسل، مع ملعقة عسل ما كلها صباحا ومساء، كمان بتكسر الهستامين اللي زايد. طيب. إذن العصير عندنا عصيرنا اللي حنعمله اليوم هو عبارة عن عصير الجزر. طبعا أنا محضره سابقا. ليش اخترنا الجزر؟ لأنه الجزر فيه فيتامين A. فيتامين ألف. هذا بيكسر الهستامين وبيقوي الديامين أوكسيديز. وعندنا الزنجبيل نفس الشيء. وعندنا الكرافس.
يعني دائما هذه المكونات اللي تكسر الهنسامين. الهستامين. الهستامين بيسموه نعم. بيسموه هستامين يعني، لكن هو المتعارف عليه هستامين، لازم كل مرضى الحساسية يحفظوا هالكلمتين. نعم. الهستامين والديامين أوكسيديز. نعم. تمام. إذا كنا عم نحكي على الفيتامين ألف والسيلينيوم، هذول مهمتهم بيكسروا الهستامين. وإضافة لعنا لازم ناخذ الكبر النحاس، النحاس والزنك مشان يرفعوا الديامين أوكسيديز. جيد. الآن دكتور أنت تحضر وإحنا نستقبلوا اتصالات، يمكن العديد من الناس راهم يحاولوا يتصلوا بنا. طيب. باش نفتحوا وناخذوا أكثر اتصالات اليوم. نقولوا ألو، السلام عليكم. ألو، تحية صباحية، نقول لكم جمعة مباركة أخي كريم والدكتور حسان والطاقم الشروق اللي راه مشرفنا هذه الصبيحة المباركة. شكرا لك الأخت العزيزة. يلا احنا فاطمة مشري وليت نعامة. مرحبا بك الأخت فاطمة، ومرحبا بالناس النعامة، ومرحبا بالناس مشرية. إن شاء الله نرحب بالدكتور ونشكركم على صباح الجمعة، ما شاء الله كل فقرات اللي مرت ما شاء الله. ربي يحفظك الأخت العزيزة. شوفي الأخت، احنا نخلو لك الاستفسار تاعك لانه باش نخلو الفرصه للناس بزاف باش يديروا استفساراتهم. يلا قولي لنا الاستفسار تاعك باش الدكتور يجاوبك بعدين. نعم، فقط غير بغيت الدكتور ان شاء الله بعد الحساب اللي تاعك الرقم تاعي يتصل بيا، يتصل بيا باش نزيد نسال على عده امور في الاعشاب، وخاصة هاد العناصر اللي عطاهم اللي خاصين بالحساسية. وبغيت نسألها كذلك، مر في صباح الشروق كانت كرت زيت الرمان وانا نقولها بحث عليه وما لقيتهاش. خلاص شوفي، قلنا زيت الرمان هذا مختص على تساقط الشعر، بتساقط الشعر. برك نوصل الأخت زميلتنا زهير زوك، سجلينا برك الأسئلة باش في الأخير يقدر يجاوب عليهم الدكتور حسن زين معنا. نشكرك. شوفي نشكروك الأخت، وخلي ريحي تفرجي معنا. الدكتور من الدكتور، راني تركت لك الدكتور حسن. صباح الخير. صباح النور أختي. صباح فضلي. النور. راني تركت لك الرقم عند أخت زهية. مرحبا. إن شاء الله، إن شاء الله الأخت فاطمة. إن شاء الله. يلا نشكروك على المرور تاعك، وريحي معنا راح تسمعي الجواب بعدين إن شاء الله. إلى اللقاء. يلا نكملوا العصير. إذن عندنا هون حطينا الكرافس، هو عبارة عن السيقان الأوراق، ما بدناها طبعا من قطعها بالطريقة ومن نظفها. لازم نصرا نحط شريحتين زنجبيل معها طبعا. احنا برك نزيدو نستقبلوا اتصال اخر باش ندو اكثر اتصالات اليوم، ونخلو الوقت للدكتور باش يجاوب في الاخير. يلا نزيدو اتصال اخر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم اخي الشريف. نعم. كيراك غايه؟ راني غايه لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ بغيت نسقسي للدكتور زعما نسقسي خارج الموضوع الحصه. تفضلي. نعم تفضلي. خيره معي في مشاهد. مرحبا بك الاخت خيره. سلمت. بغيت نسقسي الدكتور. مرحبا بك الدكتور. اهلا وسهلا اختي. اهلا وسهلا. والله انا نستنى الحصه تاعك الكاري بالصبر. الله يسلمك، هذا شرف لي والله. يسلمك ربي يحفظك. بغيت نسقسي قال لك كاش الدواء تعطيه لي ما تاع لارني، في لارني وراني مريضه بزاف. عندك لارني؟ بداية تاع كي درت الكامل قال لي عندك بداية تاع لارني وشوية تاع مطحون. صار مريضة مثلا ما نسقط في الشادي بزاف ما. نعم. إذا كانت حاجة ولا تنصحني بها. نعم حاضر حاضر. خلاص. شوفي الأخت خيرة إن شاء الله، خلي راح دوك في الأخير راح نجاوبوا على جميع الأسئلة على ضربة. ريحي معنا وتسمعي الجواب إن شاء الله. إلى اللقاء. إذا دكتور نكمل عطينا تفضل. جيد. اليوم مشاهدينا الكرام راكم تشوفوا راح ندق بزاف عصائر اليوم. لا هو بنخلطهم بالنهايه مع بعض، لكن لازم نصفي اول شيء الكراس. اذا يلا نزيدوا نستقبلوا، نزيدوا نستقبلوا اتصال اخر. لازم نصفوا هيك طبعا. بدي انا بدي الخلاصه، ما بدي الالياف اللي فيه تطلع، لانه جيد. إذا في اتصال يمكن يكون آخر اتصال على ما أظن. يلا نقولوا ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، مرحبا بك الأخت العزيزة. الله يسلمك، وشاك أخي لباس؟ لباس الحمد لله. صحة خير؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أول مرة أشارك معكم باش تعطيني مرحبا. يلا تفضلي استفسار تاعك. ان شاء الله. بون عندي اختي عندها الحساسيه تاع عندها بزاف، عندها بالك واحد 5 سنين ولا 6 سنين، وشافه شغل تطور الحساسيه تاعها. نعم.
كاين واحد الوصفه طبيعيه تاع فقوس الحمير. نعم كاين وصفه طبيعيه ما بها تاع فقوس الحمير، حبيت نسقسيك باش كاين صح فقوس منها ولا لا، ولا فيها تاثيرات جانبيه ولا لا؟ جيد، دوك نعطوك الجواب من عند الدكتور حسن الزين. شكرا على المرور تاعك يعطيك الصحه وريحي معنا وتسمع الجواب. الى اللقاء خويا، سلامه. الى اللقاء. اذا دكتور يعني مروا معنا ثلاث اتصالات. نعم. وكلهم كل واحد عنده سؤال. نعم. كانت المتصله الاولى كانت يعني سقساتك على ديجا زيت الرمان، و يعني هل تستطيع يعني تحضروه في الدار زيت الرمان، او موضوع تكلمت عليه صباح الجمعه في الاعداد السابقه شهور الرمان؟ ما 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 بتذكر حكيت على شيء اسمه زيت الرمان، بس اسالي معليش. يلا تفضل، لو تفضل ثاني يعني الاجابه الثانيه. كان السؤال بخصوص الحساسيه. نعم الحساسيه ان على وصفه الفقوس الحمير، فقوس الحمير. نعم. هلا ما له علاقه بالحساسيه، غالبا بيستخدموه للبوصفاير فقوس الحمير، لكن انا ما بحبز يعني استخدامه لانه في بعض الآثار الجانبية. لا لا، في بعض المكونات فيها سمية. هذا الفقوس الحمير هو أساسا نبات بري بيطلع وحده، يعني ما زال في بديل صحي وآمن وأفضل ومنتبعه أحسن بصيغة آمنة بيكون أفضل يعني. نعم. كتغذية، كخلطات أعشاب، كإصلاح الميكروبيوم الجهاز الهضمي. ما دون ذلك كلام يعني ما منه نتيجة يعني بيكون. طول ما الهستامين طالع والديامين أكسيديز ناقص وما صلحنا جهازنا الهضمي ما بنقعد سنوات بناخذ مضادات هستامين وما بننهي مشكلتنا. نعم 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 تماما. نعم نعم. لو في غرفة الكنترول يذكروني بالسؤال الثاني على ما أظن، أو السؤال الأول. زميلتنا زهية. نعم. يقولوا لي ضيق الوقت و طيب. يعني أنا راح نذوق ونطرح لك سؤال دكتور، يعني هذه الوصفة يمكن اي انسان يديرها في الدار عند اي غير أي حساسيه، مريض الحساسيه اي حساسيه بس. نعم. لكن اذا ما اذا عنده هل يستطيع تعمل لازم له تشخيص لازم له؟ طبعا طبعا. اذا المريض اللي عنده مثلا مشكله قولون عصبي او امساك مزمن، او لازم نعالج له مشكله الامساك المزمن والقولون العصبي لانه هي بتخص فقط حاله الحساسيه. ليش انا بحب يجوني الناس على يعني لانه لشخص الحالي افضل. مريض اللي عنده مثلا سكر او عنده ضغط او عنده في اشياء مثلا بستثني له اياها وبضيف له اشياء ثانيه. نعم. على سيره مريض السكر، النيم ممتاز جدا لمرضى السكر كمان. يعني لما الانسان يكون عنده حساسيه كبيره ولا لازم له تشخيص؟ لازم له تشخيص طبعا، ولازم يدخل فيتامين بي 6 بغذاءه، ولازم يدخل السيلينيوم مهم جدا، لازم يدخل فيتامين سي كومبلكس، تمام، لازم يدخل الكبر، لازم يدخل البومبروث اللي هي شوربه عظم البقر لنصلح ارتشاح الامعاء اللي موجود. يعني عنده بروتوكول متكامل من نظام غذائي. في بعض الادويه ممنوعه على مرضى الحساسيه، الاسبرين يعني المميعات الدم والمضادات الحموضه ومضادات الاكتئاب. جيد. اذا العصير هذا يعني مليح منعش، مليح منعش خفيف يعني خفيف هكا. نعم. هذا طبعا بنشربه، فينا نشربه كل يوم بشكل يومي لمده شهرين او 3 شهور ما في مشكله. مثل ما قلنا الجزر فيه فيتامين الف كمان بيحفز الديامين اوكسيديز، والكرافس كمان بيكسر الهستامين. وطبعا من اصدقاء الجهاز الهضمي والكلى والمثانه كما قال لكم الدكتور، هذا من اصدقاء شرحتين الزنجبيل مفيدين جدا لتكسر الهستامين، يعني من اصدقاء الجهاز الهضمي تماما، واصدقاء الحساسيه بينقصها كثير. اي جيد جيد، شكرا دكتور. يمكن عندك يعني توصيات اخيره؟ يعني التوصيات الاخيره دائما يحاولوا يتواصلوا معك. هلا اللي عنده تساؤلات وما قدر بامكانه يتواصل معنا على صفحتنا لمسة شفاء للبدائل الطبيعيه على الفيسبوك، ونحن نجاوب على اي تساؤل بده ان شاء الله. خلاص يعني كما نقولوا احنا دائما في صباح الجمعه نحاولوا انه نفيدوكم اكثر بالمعلومات، وان شاء الله نتمنوا الشفاء كاع الناس اللي راهم مرض بالحساسيه او اي مرض مصاب به الانسان، ان شاء الله نتمنى لكم الشفاء العاجل. شكرا على الحضور تاعك، شكرا على المعلومات، شكرا على يعني القيمه المعلوماتيه اللي مديتها لنا اليوم.